وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب إعراب الفعل: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن، وسترها حتم نصب. والواو كالفاء إن تفيد مفهوم معك لا تكن جلدا وتظهر الجزع. طيب، وبعد فا جواب نفي، هذه فاء السببية التي تكون أيضا أن مضمرة بعدها، وتكون أيضا في سياق النفي أو الطلب أيضا المحض، وكذلك النفي المحض. إذن وبعد فا جواب نفي أو طلب حالة كونهما محضين أن، وسترها حتم نصب. طيب، أن نصب وسترها حتم، وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن نصب وسترها هنا حتم واجب، لا بد من أن تكون مضمرة. إذن أصل الكلام أن نصب، نعم، أن نصب بعد فاء جواب نفي أو طلب محضين وسترها واجب. ما مثال ذلك؟ مثاله بعد النفي مثلا، ونحن نفضل أن يكون المثال من القرآن: لا يقضى عليهم فيموتوا، أي فأن يموتوا، هذا بعد نفي محض أو بعد طلب محض. والمراد بالطلب الطلب استدعاء ما لم يحصل، أقسامه كثيرة ستنجلي: أمر ونهي ودعاء ونداء، تمني الاستفهام وأعطيت الهدى. يعني الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، النداء، هذه أشياء يعني واضحة، دعاء، عرض. قال تعالى: ولا تطأوا فيه فيحل عليكم غضبي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هذه الفاء فاء السببية وجاءت بعد طلب. لكن ما سر قوله محضين؟ هل هناك يعني نفي ليس بمحض وهناك طلب ليس بمحض؟ نعم، يعني ممكن أن تطلب من إنسان طلبا لكنه لا يكون محضا، كأن تقول حسبك الكلام فيحبك الناس. حينما تقول حسبك أنت تطلب منه أن يكف عن الكلام، لكن هذا ليس بطلب محض، فلا تنصبها هنا بل ترفع. طيب، وكذلك أيضا إذا قلت مثلا صح فأكرمك، فأكرمك هنا اسم الفعل ليس كالفعل في التمحض، فهنا لا يعتد به في هذا ويبقى الفعل مرفوعا. هذا بالنسبة للفاء. ثم قال في الواو أيضا التي تكون المعية: والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع، أي تكون المعية، كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. لا تكن جلدا وتظهر الجزع، أنها هنا أيضا مضمرة وجوبا بعد الواو. فالواو إذن مثل الفاء في نصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا بشرط أن تفيد معنى مع. لا تكن جلدا وتظهر الجزع، لا تفتح الخزانة وتكسر القصعة، هذا أمر واضح لا شك فيه. وإلى اللقاء إن شاء الله.